آخر سؤال، إذا حلف الشخص على أنه لن يفعل شيئا معينا مدى الحياة ثم فعله تقريبا 3 مرات أو 4 مرات، تلزمه كفارة يمين واحدة ولا 3 كفارات أو 4 كفارات؟ يعني الجواب عن هذا، عقدة اليمين تنحل بمجرد الحلف، فلا تلزم إلا كفارة واحدة ولو فعله 100 مرة، إلا إذا كان قد ضيق على نفسه عند الحلف فقال كلما فعلت لزمتني كفارة، فهو الذي ضيق على نفسه وألزمها بما لم يلزم به. الحنف في اليمين لا يتكرر في الأصل بتكرار الفعل إلا بنية أو بصيغة تدل عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.